طب خلينا نتكلم شويه عن عن الاسماعيلي. لا الاهلي. طيب تمام. شوف انا بقى بقول ايه واستاذ عبد الحكيم. ماشي. هنتكلم على الاهلي. قصدي ماتش الاهلي والاسماعيلي. احنا هنتكلم على الماتش وهنتكلم عن الاثنين بطبيعه الحال. هنتكلم شويه عن السكواد بتاعنا الحقيقي اكثر من رائع. اللعيبه يعني مش هقعد اقول لعيبه رجاله والحاجات دي، لعيبه يعني بقى تحس ان بجد كل لاعب فيهم بيلعب بشكل احترافي. انا بقيت اشوف، انا من الناس الشخصيه اللي هتكلم، انا نهاوند، بقيت اشوف كل اللعيبه عندنا بجد ما شاء الله. اللاعب واقف ستايله بقى ستايل مختلف، اداء مختلف. حتى انت لما تيجي تشوف اللاعب من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 لنهايه المباراه، لا هو بيدي في الملعب افضل ما عنده. الفتره اللي فاتت، الموسم اللي فات، كنا ما بنشوفش ده قوي. كان ممكن يبقى فيه تالق مثلا من بعض اللعيبه كم مباراه ورا بعض، وبعد كده تلاقي سقوط او هبوط في المستوى. لا دلوقتي عندك ثبات في المستوى، عندك اداء ممتاز. انا مش عايز اذكر اسامي بس كتير من اللعيبه. فخليني اروح معاك للنقطه دي وفكره كمان الثبات عليه. حتى وان كنت انا تعادلت في المباراه اللي فاتت، لكن في الاول وفي الاخر انا ما خسرتش. يعني هي دي حاجه ما تزعلنيش. ازاي ابني على اللي جاي؟ وازاي برضو سير المباراه النهارده حضرتك بتشوفه؟ هل متوقع برضو زي فيوتشر هيكون الاسماعيلي بيلعب بشكل الى حد ما دفاعي، ولا سير المباراه المفروض تبقى ازاي؟ النادي الاهلي انا بشوف ان المنظومه هي سر النجاح في النادي الاهلي، بمعنى المنظومه كامله، مش جهاز فني وفريق بس. طبعا وجود مستر كولر اختيار كان على اعلى مستوى صراحه، عمل لك يعني اختيار جامد جدا، اختيار كويس جدا. الراجل عمل لك شغل برغم ضغط المباريات اللي انت فيه، ان انت لعبت. ناس كتيره بتقول لك ان الاهلي تعادل مع فيوتشر، هو كان حاله الاجهاد واضحه جدا على الفريق. انت لعبت اربع مباريات في 11 يوم، فالرقم هو بصراحه كتر خير اللعيبه. يعني طبعاً. والله العظيم اللعيبه بتاعتنا يعني مش معقول. وجهاز الفني مش معقول. الناس اللي تقول لك اصل يعني انت ما بتعملش تدوير وما بتنزلش اللعيبه مثلا تصعد قطاع ناشئين. طيب ما انا عندي بطوله غايبه عني بقى لها سنتين، عايز احسمها في الاول. بعد ما احسم رسمي ابتدي احط بقى يعني في فريق تحت بيتمرن مع كابتن محمد كافه، ابتدي اصعد منه. خلينا نتكلم على جزئيه النجاح بتاعت مستر كولر، هي اللي عامله فارق شويه رغم النجاح للمنظومه. بس كولر اضاف للفريق، بيشتغل على ان يجهز فريقه كويس جدا، بيعمل عمليه تدوير وروتيشن كويسه جدا. التعادل مع فيوتشر انا مش شايف اني يعني طبعا جماهير الاهلي زعلت، بس انت المقياس بالنسبه لك تملي الاداء. انت في الماتش ده كنت ماسك المباراه تقريبا اكتر من 60 ل 75 دقيقه، كنت انت اللي مسيطر وبتضيع فرص وبتروح. كان في حته رعونه شويه، كان يعني في خطا مش باصات برضو شفناها في الماتش ده، بس انت كنت بتوصل، كنت بتروح، ماسك اللعب، ما وفقتش انك تسجل. الفينال بتاعنا هو اللي كان فيه ازمه، حتى كولر اتكلم عنه في المؤتمر الصحفي. مظبوط. بس الحاجه الكويسه والايجابيه ان انت في الاهلي مش بتكسب ماتش بتهيص. لا انت اتعادلت في حاله نقد، تاني يوم بتدعم النادي الاهلي. يهمه دلوقتي ان يدور على البطوله. في ناس فرقه تكسب ماتش دون تقلب. الاهلي الامر مختلف، الاهلي التقييم على موسم. احنا حتى لما بنكسب بطوله مش بنهيص. يعني انت عارف دوري مجرد ماتش، انت عارف دوري ابطال افريقيا رقم 11، لولا ان كان في اجنده منتخب بعد الماتش، بعد ماتش الفاينل، كان الموضوع اتقفل ما خدش 48 ساعه. والله طبعا. يعني والله العظيم يعني كان في اجنده منتخب كان بيلعب في المغرب، فده اللي حصل الموضوع. بالمناسبه الاسماعيلي، ناس بتتكلم انه يقول لك انه مهدد بالهبوط. انا شايف الاسماعيلي مش مهدد بالهبوط، يعني الاسماعيلي موقفه كويس جدا. هيقعد الاسماعيلي قدامه ثلاث مباريات، بمفهوم مباراه النهارده مع الاهلي، الداخليه، ثم الاتحاد السكندري اخر مباراه. في سبع فرق بتتنافس على البقاء، ودي يمكن ظاهره غريبه. من اول بنك الاهلي المركز ال11 عنده 35 بونت، لحد الداخليه المركز ال17 عنده 32 بونت. شوف من ال11 لل17 فرق 3 بونت. كل الفرق في المراكز دي لعبت 32 مباراه وفضلها مباراتين، ما عدا الاسماعيلي الوحيد، الفريق الوحيد اللي لعب 31 مباراه وفضله 3 مباريات من فرق مباراه النهارده. فاذا الاسماعيلي يحتاج على الاقل ثلاث نقط من الثلاث ماتشات اللي فاضلين له عشان يبقى. النادي الاهلي اغلق كل الملفات بسبيل التركيز ان انت تاخد ثمان نقط ابتداء من النهارده. الاهلي والاسماعيلي والاتحاد والزمالك محتاج ثمانيه نقط تحسم الدوري، ودي البطوله الاهم بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره والجماهير بالنسبه لهم، لان انت البطوله دي مش موجوده عندك من سنتين. مش موجوده بقى لظروف تحكيم، مش موجوده لشكل معين حصل، بس هي ما كانتش موجوده. ففي تركيز في البطولة دي، والأهلي حتى يمكن أنا عرفت امبارح إن هم قفلوا، لا حد يتكلم على صفقات ولا تعاقدات ولا ناس رايحة ولا ناس جاية ولا لغاية لما نقفل الموضوع ده 13 إن شاء الله نحسم، بعد كده نفكر في كل حاجة.